تطلع بينا على المستشفى ابو القاسم. لا يا باشا مفيش داعي، ده جرح سطحي. انت مش قلت لنا يا باشا مفيش قتل؟ هما اللي حطونا في الموقف ده، ما كانش في حل غير كده، يا اما احنا نموت يا اما هما يموتوا. همي في تسعنا خشل لبعم عشني يا شاول، وناجي عطلة ما فرق معاه، أخذ الفلوس وفرقته وراحوا على المطار. شي ليك ناجي عطلة لعزازيل، أنا حتى مش قادر أسمع اسمه. الله يخرب بيته، كلفنا كتير ناجي عطلة يا شاول، كلفنا كتير. فاتورته كبرت كتير، 200 مليون دولار سرقهم من بنك لأمي، ومشي مثل الباشا ولا هم شيء هو وجماعته. دمر مبنى المخابرات يلي كنا نحن منصلحه، خلانا نفك أسر 500 معتقل عنا في إسرائيل. قال إيش؟ منشان نرجع الأسرة بتوعنا. إيش هالحكي هاد؟ أسر هو 8 أي كلام مشان يتهمونا نحن فيهم ويحملونا مسؤوليتهم. هذا غير الخمسة يلي ماتوا ببغداد والأربعة يلي دهدشوا بسوريا. يا ريته كان وطني، يا ريته كان مع المقاومة، يا ريته كان مع الفدائيين ولا من المخابرات المصرية. أنا بدي أفهم، بدي أفهم إشي، هي الفلوس لهالدرجة بتحرض الواحد وبتعمله عبقري؟ وهسه إيش هنعمل لدول مناخير؟ يعني القضية هتسكر هون؟ تخافش يا شاو، تخافش، ما فيش يهودي ممكن يترك حقه يغيب، وانت يهودي وبتعرف هذا الاشي منيح. والامريكان وعملائنا التانيين ايش بيساووا بمطار بغداد لك؟ مش عارف ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي، لا كون جرى لها حاجه. كان المفروض ما تسيبهاش تنزل لوحديها. وانت ازاي يا باشا تدي الباسبورتات بتاعتنا لواحده ما تعرفهاش غير من يومين؟ تقصد ايه يا ابراهيم؟ اقصد اللي اقصده بقى. عيب يا ابراهيم، اتكلم كويس وخليك محترم. هو ايه العيب يا باشا؟ انا مش عارف انت مديها الامان قوي كده ليه؟ اقطع دراعي من هنا، ادمكات جاسوسه ومدسوسه علينا. اسكت يا ابراهيم. يا باشا اسمع بس مني، دي زمانها دلوقتي مبلغ علينا وبتقبض الثمن. بقول لك اسكت يا ابراهيم. مش هتيجي، والله العظيم ما هتيجي. طب تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكاننا في سوريا؟ تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكان مكتب ابو القاسم؟ احنا نفسنا ما كناش عارفين ان احنا هنروح هناك. يا باشا دي بتبلغ عننا، دي جاسوسه. اسكت يا ابراهيم بقول لك اسكت. ايوه عشان كده، عشان كده يا كبير هي ما خلتش حد من عند ابو القاسم يوصلها. ما هي واخده الطريق ياسا وعارفاها، الولايه دي من ساعه ما هبقت علينا وانا شاكك فيها. وانا كمان شاكك فيها من الاول، دي جاسوسه، والله جاسوسه. اسكت يا ابراهيم. ناجي راح فين؟ ناجي كنت فين يا كاميليا؟ أنا آسفة يا ناجي، أنا عارفة إن أنا قلقتكوا عليا، بس والله ما هو ذنبي. الأخ باسبوره كان منتهي، اضطريت أروح للسفارة المصرية علشان أعمل وثيقة سفر جديدة. لولا علاقتي القوية مع السفير والله ما كانوا هيعرفوا يطلعوا له باسبور ولا يعملوا له أي حاجة ويسافر معانا. اتفضل. ورحمة أبوي، أنا لسه بقول لهم إن مدام كاميليا دي مفيش زيها، أصل حصل شوية كلام ولغط كده بس أنا وقفت لها. وطى على إيدي مدام كاميليا بوسها. إيه؟ أصلها بتفكرني بخالتي الله يرحمها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
للأسف يا جماعة ما رح تقدروا تسافروا اليوم. ليه يا أبو العز؟ ليه يا أستاذ ناشي؟ الوضع صعب جدا بالمطار هون. صعب ليه؟ باسبورتاتنا معانا وتذاكر الطيارة قاطعين. إيه اللي حيقعد؟ وديك شفت إيه اللي حصل لنا هنا؟ عم بيقولوا إنه وزارة الخارجية الأمريكية جاي على بغداد والجيش الأمريكي حاطط إيده على المطار. بهيك ظرف أمني متشدد مستحيل تقدروا تطلعوا الشنط اللي معكم. بعدين الرجال هون عم ينصحونا بأنه نتأخر شي يومين ثلاثة. يومين ثلاثة هنا بغداد؟ للأسف هيك ظرفنا يا أستاذ. على حال مو مشكلة، يعني منه فرصة هون ترتاحوا وتشرفونا، فرصة تانية بأنه هيك تشوفوا بغداد. وحنبات فين أنا والعيال دي بالشنط دي كلها؟ أنت ارتاح يا أستاذ ناجي واترك كل شي علي، أنا جاهز. في أوتيل هنا؟ أنا بأوتيل ما بنصحكم أبداً. نحن هم ببغداد مش بالشام. وبعدين أنا عندي الشقة كتير ممتازة راح تعجبكم ترتاحوا فيها. نمشي هلأ؟ نجي في إيه؟ في حاجة؟ لا ما فيش، أصل أبو القاسم الحقيقة عمل مستحيلات عشان يلاقي أماكن على الطيارة ما عارفش. طب ما أتكلم أنا بتوع اليونايتد نيشنز. لا يونايتد نيشنز إيه ده، هو يومين ثلاثة هنقعدهم يكون أبو القاسم حاجز لنا أماكن على الطيارة. هنقعد هنا؟ فين؟